اللي بطلب منها حاجة بتجيني قدامها 10. اتجوزي واحد يصرف عليك، اسمعي مني، الحب بهدلة وشحطة. بيجيب لها بدل الحاجة 10، ما فيش حاجة بتطلبها إلا وتكون عندها وأكتر من اللي بتتوقعه، ولو لبن العصفور هيجيبه لها، مش مستخسر فيها حاجة، واللي وريته للناس ما يجيش حاجة جنب اللي هو بيعمله لها. أخيرا البلوجر ليلي ظهرت وبتتكلم عن جوزها الإماراتي ومعاملته ليها واللي بيعمله علشانها. مش هتصدق اللي قالته عنه، ليه نصحت البنات ما يتجوزوش عن حب وقالت لهم الحب بهدلة. أيوة، قالت لهم الحب بهدلة وشحططة، اتجوزوا اللي معاه فلوس ويصرف عليكم. هنا الجمهور قال لها إنها مش بتحبه واتجوزت الإماراتي علشان فلوسه والعز اللي هو فيه. ليلي كانت صريحة وقالت كده بالفم المليان، والحقيقة من غير ما تقول والكل عارف اللي فيها، خاصة بعد ظهورها في الفيديوهات والذهب اللي لابسه من ساسها الرصعه، ده غير الهدايا اللي حواليها ملهاش أول من آخر. هي ظهرت بنفس الشكل اللي الكل بيشوفها بيه، وواضح إن دي الإطلالة الرسمية ليها بعد كده، وقالت دي شبكتي وأنا اللي منقياها، لكن الحاجات التانية مش أنا اللي مختاراها، فذوقي غيرهم خالص. ولبستها غصب عني، وقالت للناس جوزي طيب جدا وحنين عليا قوي، الحاجه بطلب منها واحده تجيلي 10، انا طلبت ازازه برفيوم جاتلي 10، لوشن جالي 6، سبراي جالي 6 برضه، مفيش حاجه بطلبها الا وتكون عندي وبزياده ومن اغلى الماركات. ليلي قالت انها اتجوزت في يوم كانت جايه دبي في شغل، وتاني يوم اتجوزت، وقبل ما تيجي كانت نفسيتها تعبانه جدا، دخلت في ازمات ومشاكل كتير. الحقيقه ان ليلي قعدت فتره مش بتطلع لايفات كعادتها ولا بتدخل جولات مع تيك توكرز كتير. في مرة دخلت لايف مع تيك توكر لوبيا وقالت لها أنا ما كنتش هدخل لايف، بس أنا دخلت علشان أطمن الجمهور عليا وأسلم عليهم، بس دعمه وجولات مش محتاجاه، وإن ده هيدخلها في مشاكل مع جوزها الإماراتي وهي مش عايزة تزعله، بس كملت معها اللايف وقالت لها علشانك أنتي يمكن يكون فتحة خير ليكي علشان بحبك. ليلي ما اختفتش من على تيك توك، وفيديوهاتها الأخيرة كلها بتظهر لابسة ذهب بشكل مبالغ فيه جدا، بتغيظ وتكيد العادي، وقالت شوية الذهب دول طلعوا الغل اللي جواكي ليا، وحقايق كتير قوي وفضحوا قلوب سودا كتير حواليا، عامله بتحبني وهي بتحقد عليا. الغريب بقى انها قفلت تعليقات عن الناس، ولكن ده ما منعش الناس تكتب لها لما ظهرت في لايف تتكلم عن جوزها الاماراتي، بقت ترند على الناس، وكان في فئه كبيره فرحانه ليها وانه العوض عن كل اللي مرت بيه وشافته في حياتها. في اللي قال انه ترند وانها لا اتجوزت اماراتي ولا غيره، لكن هي بتثير الجدل مش اكتر، خاصه انها مش بتظهر معاه خالص ولا حد شاف صورته ولا يعرفه. فيا ترى ترند فعلا عاملاه ليلي، ولا بجد اتجوزت إماراتي وعايشة في الإمارات زي ما قالت؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.